صباح الخير ناتالي. صباح الخير، كيفك؟ موضوعنا اليوم هو الصويا والعلاقة بأمراض القلب. صح، مظبوط 100%. هلا مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، الصويا في كتير أخبار عن الصويا، منها إيجابية منها مش كتير إيجابية، رح نحكي عنها اليوم. ولكن اليوم تركيزي أكثر على شو أهمية الصويا أو شو علاقة استهلاك منتجات الصويا، فول الصويا، ومشاكل القلب بشريين عند أي أشخاص. هالمأكولات هاي ممكن أنه تكون تفيد، شو هي الكمية، لأنه ما ننسى كمان أنه مش إذا أكلنا مرة بالأسبوع أو رح نستفيد من فوائد الصويا، وشو فيها هالصويا تهالقد عم ينحكى عنها. بدنا نبلش أول شيء نحكي عن أهمية النظام النباتي، وخاصة هو مش بس نظام نباتي ولكن تخفيف استهلاك اللحوم. هو بعتقد أنا هيدا هو السبب لأهمية النظام النباتي، لأنه نحن هلأ صرنا بمجتمع نستهلك كمية كتير مهمة من اللحوم. وقت اللي غيرنا استهلاك اللحوم، خففنا استهلاك اللحوم وبدلناها بالحبوب، وخاصة مثلاً الحبوب الصويا أو الفاصوليا أو العدس اللي هن كمان بقوليات، صار في نتائج إيجابية على صحتنا. ليش؟ لأنه إذا بدنا نبلش نحكي عن شو في بالصويا، الصويا أول شيء بتحتوي من أهم مصادر البروتيين النباتية بعالم النبات. يعني إذا أنا بدي أخذ كباية فاصوليا وأخذ كباية فول، أنا جبت فول الصويا، أنا جبت معي ما بعرف أي كاميرا رح فيها تفرجي، جبت معي فول الصويا للأشخاص اللي ما بيعرفوا أو مش شايفينهم عادة شو هيدا الفول الصويا اللي عادة بنشتريه وبيكون يابس. هل إذا أخذنا كوب من الصويا وأخذنا كوب من الفاصوليا، منلاقي إنه الصويا كباية بتحتوي تقريباً على دوبل كمية البروتينات اللي موجودة بالفاصوليا، ونحن أوريدي بنعرف قديش في بروتينات بالفاصوليا. دونك الصويا هو من أهم مصادر البروتين النباتية. هلا ما في بس صويا بينز، درايد صويا بينز اللي فرجيتكم هني، في كمان مثلا الشعب الازياتيك بيستهلك منتجات الصويا مثل التوفو، الميزو، التمبي، كثير منتجات من هالصويا هاي اللي هني شبيهين بالاجبان، اذا نحن فينا شوي نشبههم. هلا اني منهم نفس الشيء، ولكن الناس لانه شكل التوفو ابيض، صح الناس بتقول هيدي جبنه، اكزاكتلي هيدي جبنه نباتيه، ولكن بيستهلكوها بالسوب، بيستهلكوها بالاطباق، بيستبدلوا البيض واللحمه بهال منتجات هاي. وفي كمان شيء بنسميه بروتين ايسوليت، يعني بيستخرجوا البروتينات، بما انه الصويا غني كثير بالبروتين، بيستخرجوا البروتين من الصويا وبيعملوا منه بديل. نحن بنشتريه بالسوبر ماركت كسوي تشانكس، هيك بيشبهوا شوي شقف اللحمه المفرومه. دونك هدول بيحتووا بس على بروتينات، ما فيه غير عناصر غذائيه موجوده كمان بالصويا. ونحن هون بلبنان اكثر شيء بنستهلك الحليب الصويا للاشخاص هاللي يمكن عندهم مشاكل مع الحليب، ما بيهضموا سكر الحليب، أو اختاروا أنه يستبدلوا الحليب بحليب تاني. حليب الصويا بيحتوي على معدل، إذا كان مدعم بالكالسيوم، على معدل مهم من الكالسيوم. وهون أنا بدي ألفت نظر المشاهدين أنه لازم ينتبهوا على أنه الحليب اللي عم ياخدوه، حليب الصويا أو أنا بسميه عصير الصويا، يحتوي على كمية كافية من الكالسيوم، لأنه يكون مدعم بالكالسيوم، لأنه عصير الصويا أو حليب الصويا نورمالمان ما فيه كفاية كالسيوم، لازم يدعم بهالمادة هاي. وأخيراً نحن بنعرف هلا بما انه صار المطبخ الياباني كثير اخذ رواج عنا بكل المطاعم، هيدا الصويا بين الإدامامي بنسميه، اللي عادة بينحط ستيمد وبيتاخذ كمقبلات معظم الأوقات. وصار في كمان صويا بينز مفقعين، يعني جرين صويا بينز اللي هو كمان بيتدخل بالسلطة. دونك صار في كتير طرق نقدر ندخل الصويا. ليش؟ لأنه في دراسات انعملت فرجت أنه استهلاك الصويا تقريباً 3 حصص يومياً. يعني شو الحصة؟ الحصة هي كبية حليب، هي
هي كباية فول مطبوخة، هي كمان تقريبا ثلاث قطع من التوفو، بتعطينا على تقريبا على فترة ثلاث أسابيع أربع أسابيع بتعطي فوائد على معدل الكوليسترول. وهون الأشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي بيعرفوا قد ايه مهم إنه يدخلوا حيلا شيء بنظامهم الغذائي كرمال تيقدروا يخفضوا معدل الكوليسترول. رح ناخذ فون كول ناتالي، في عندنا شخصين اتصلوا يسألوا أسئلة عن الموضوع. ألو. أوكي. ألو بونجور. صباح الخير. معك مدام بخعازي. أهلا وسهلا. بليز فيني أسأل سؤال. تفضلي. تفضلي. أنا سوري، يعني سؤالي مضخص للصويا، بس ريلي أنا حاولت كتير أتصل فيكي من قبل، بس نو واي، عطول خطوط الام تي في مشغولة. أوكي تفضلي. أنا عندي فريزر مزبوط، ما بجيب لحمة كل يوم، بجيب كيلو مفرومة أو كيلو موزات أو وات ايفر، وبحطهم بالفريزر بقسمهم على طبختين أو ثلاثة. هيدا الشيء مزبوط ولا غلط؟ لا ما بيجوز. شو قد ايه بيقدروا يضاينوا بالفريزر؟ رح تسكر بليز وتجاوبينا على الهواء. اوكي، لكن اللحمة المفرومة عادة وقت اللي بنشتريها بتقعد فيها تقعد بالفريزر لحوالي 3 شهور. اللحمة اللي أكبر يعني مثل الموزات مثل البيفتيك فيها داين بعد أكتر. المهم إنه ما تقعد وقت كتير طويل برات البراد أو برات الفريزر. اللي عم تعمله كتير منيح، إنه هو واحد شخص ما بيقدر كل يوم يشتري لحمة، المهم إنه نفرزها بشكل سريع وفيها تضل لحد 3 شهور. هلأ مهم كتير كمان طريقة طبخها بعدين وكيف ندوبها، لأنه أوقات كتير الأشخاص بيحطوا بالفريزر ويمكن بيدوبوها بالمطبخ، بيتركوها بالهواء الطلق. هذا الشيء ما لازم نعمله. أنا بعرف أنه في كتير أشخاص عندهم هالعادات هاي. دونك إذا مندوبها بالمايكروويف أو حتى تحت بالبراد، بالبراد يعني نشيلها قبل بنهار، نتركها 24 ساعة بالبراد ونرجع بعدين نطبخها منيح. بعتقد أنه نطبخها نص طبخة ونفرز؟ فينا نطبخها نص طبخة، بس النص طبخة في ريسك انه يضل فيه بكتيريا. دونك افضل يا يعني نطبخها كليا مزبوط ونحطها بالفريزر، او نتركها نيه ونحطها بالفريزر. النص طبخة ريسكي لانه ممكن انه البكتيريا تتكاثر. ناخذ اتصال ثاني مازال كمان موجود. الو. الو. صباح الخير. وي بونجور. تفضلي. معك زينة. اهلا وسهلا. بليز بدي اسال، عندي نيوبورن، مش نيوبورن، بيبي هيز 8 مانث اولد، وبلشت له سوليد فود من شهرين، بس ما بدي طعميه ولا لحمة ولا دجاج. في يعني أنا بلاسي اللحمة والدجاج بالتوفو والقصص الصويا اللي عم تحكي عنه بالصويا. هلا بتنصح بهالشيء أو لا؟ بتفضل انه نكمل؟ انا حسيت من 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 تعبير نتالي انه مش عارفه كيف بدها تقول لك انه تفضل. تقول لك ليش في اشياء منيحه واشياء مش منيحه؟ هات لنشوف. لانه الافسا يعني اللي هي المنظمه الاوروبيه لسلامه الغذاء بتقول انه بالصويا، ورح احكي عنهم هون هلا، الفيتوستيرول او فيتواستروجين اللي موجودين بالصويا مفيدين لبعض الاشخاص، ولكن كثرتهم ممكن انه تاثر على هرمونات، خاصة إذا الأولاد استهلكوا كمية أعلى من ما لازم. مشان هيك ببعض البلدين وقفوا استهلاك أو وقفوا يوصفوا حليب الصويا للأولاد كبديل للحليب البقر وقت اللي بيكون في حساسية على الانفنت فورمولاز اللي معمولين من البقر. مشان هيك أنتجوا حليب تاني هايدروليزد. دونك أنا بفضل أنه ما يكون هو بديل يومي للحمة أو للدجاج. يعني مثل ما بنقول أنه اللحمة مش كل يوم ودجاج مش كل يوم والصويا مش كل يوم، خاصة عند الولاد الصغار، لأنه ممكن أنه الكمية تكون أكثر من ما الولد ممكن أنه يتحمل. مرة أو مرتين بالأسبوع ما في أي مشكلة، بس ما يكون يومي ولا. ولكن هل ينصح انه من ولد هو صغير نعوده ما ياكل ابدا لحوم؟ هلا ابتداء من عمر الست شهور الولد بحاجه لمصدر للحديد، الحليب اللي كان اللي عم ياخده ما بيكفي، والريزيرف اللي هو بجسمه لحديد بتضاينه ست شهور خلصت. مشان هيك مهم انه ندخل ماكولات مدعمه بالكالسيوم، وهون اهميه اللحمه. هلا ما بعرف ليش ما بدها تدخل. في ناس عندها الفلسفه انه من هلا لازم تعود. هلا باول مرحله ما فيها ترتكز على الحبوب، لانه الحبوب فيهم كثير الياف، دونك ممكن انه يزعجوا، بس بعدين فيها ترجع تدخل الحبوب كمصدر للحديد. فيها تستعمل أنواع من السريال المدعمة بالحديد إذا ما بدها تعطي ابنها أو بنتها لحمة أو دجاج. في تساؤلات على بعض الحبوب اللي بتنزرع مثل الذرة والصويا، من أكثر المزروعات يلي
ترانسجينيك يعني نشغل او نعمل يعني الجينات تبعهم تغيرت كرمال تحمل امراض الى اخره. فهل هون في ناس لها حق تسال اسئله اكثر وتعتل هم مصدر يعني كون مفكر عم تاخذ شيء منيح من الحبوب وبالنتيجه تكون عم تاخذ اشياء عاطله؟ اذا بدنا نفكر هيك ممنوع ناكل شيء صح. مشان هيك مهم كتير ننوع باستهلاكنا المأكولات. يعني أنا ما فيني إذا بدي ضل كل يوم أكل صويا بالنهاية رح أخذ هل يمكن الكوتي نيجاتيف تبع الصويا. دونك مهم كتير الفرايتي. ليش دايما بنقول انه مهم ننوع باستهلاك ان كان الحبوب ما نضلنا دايما على نفس نوع الحبوب. الخضره نفس الشيء لانه بالنهايه وقت اللي نكون عم ناخذ من صنف واحد عاده مفيد ناخذ كتير بنصير بالعكس بدل ما يفيدنا يصير يضرنا. فوق الصويا كمان بهالموضوع هذا نفس الشيء. بعد في دقيقه رح اخذ اتصال نجاوب على السؤال بسرعه. الو الو بونجور. تفضلي مدام. بليز بس في اسال سؤال عن الفول الصويا. فينا نطبخه عادي مثل الفول العادي؟ مزبوط فينا نطبخه. ولا هيدول هيدا اكزامبل. الفول فينا الفول الصويا ممكن انه ينطبخ مثل الفاصوليا بنعمل منه يخني. وفينا كمان الفول الصويا الاخضر اللي هلا صار كمان موجود ممكن انه نلاقيه كحب نحطه بالسلطه نتبله مع صوص حامض وزيت. دونك ممكن اكيد نطبخه مثل حيلا فول ثاني او بقوليات. هلا هيدا موضوع رح نكفيه بكره لانه بعد كثير اشياء بدنا نقوله. بعدين الإدمامي طيب مع كتير ملح يعني مش كمان ضرورة. مش ضرورة فينا نستبدل نحط فينا نحط زعتر فينا نحط كتير توابل أو حار للأشخاص اللي بيحبوا حار مش ضروري نحط ملح. قديش بنخسر من لما بيتحول الصويا لحليب مثلا قد ايه بنخسر من مكوناته؟ هو بينعصر بيصير حليب أو في بروسس؟ هو مزبوط بينعصر بينطحن وبينعصر وبيصير حليب. هلا بنخسر قسم من مكوناته بس ما كتير لأنه أوكي. حليب الصويا بيضل فيه هالمواد اللي رح أحكي عنها بكرة إن الله راد بنكمل لكن معناتها لي صويا بحلت بكرة. وقفة سريعة وقت فت مع مايا نصار من بعد الوقفة.